موظف في وزارة الخارجية وبتوقيع من قبل معالي الوزير قانوني ورسمي ينقل من بغداد، موظف حرفي في وزارة الخارجية مثلا ينقل إلى أي سفارة من سفاراتنا في خارج العراق في الجسد الإقليمي أو في الجسد الدولي يكلف أكثر من 15,000 دولار شهريا. هذه 15,000 دولار بحسبة بسيطة تضربها في 12 يطلع عندنا 180,000 دولار، تغيرها على الدينار العراقي يصير عندنا 200 مليون دينار عراقي يكلف الحرفي الواحد في وزارة الخارجية، لا سكرتير أول ولا ثاني ولا ثالث ولا وزير مفوض ولا مستشار تحتاجه السفارة. هنالك من يقول بأن السفارات دورها مهم، نعم دور السياسة الخارجية، ولا ليش مخلين احنا وزارة خارجية؟ طبيعي جدا أن تقوم بدورها حالها حال أخواتها في الوزارات الدولة العراقية والحكومة العراقية، لكن لما احنا نعتمد موظف بسيط يكلفنا هذا المبلغ بإمكاننا نعوضه بموظف حكومي موجود في هذه الدولة ويتكلم لغتها ويندل مناطقها ولا يكلف الدولة أبناء نسكنهم ولا تذاكر سفر ولا تأمين صحي ولا أي أشياء أخرى، أعتقد بأن هذا جزء من الإصلاح. الأولى بالحكومة العراقية ووزاراتها أن تبدأ هكذا إصلاحات، نقسم هذا المبلغ 200 مليون على شهر واحد يطلع عندنا 400 موظف براتب 500,000 دينار عراقي، إذا قسمناها على 10 أشخاص موظفين في سفاراتنا الموقرة راح يصير عندنا 4,000 موظف براتب 500,000 دينار عراقي، يعني 10 موظفين في الدولة العراقية يعادلون راتبهم الشهري يعادل راتبهم 4,000 موظف ممن يستلم راتب لا يقل عن 500,000 دينار. ألا يعتبر هذا أليس بحاجة إلى إصلاح؟ هذه الأوراق لماذا لا تفتح؟ الآن الإصلاح خارجي، مثل واحد يرمم بيته من الخارج،